أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أبي مصاب بجلطة في الدماغ، وهو هرم وفاقد للوعي ولا يعرف أحدا، السؤال: هل يجب علينا الإطعام عنه أم يسقط عنه الصيام؟ لا، ما عنده فكر ما عليه شيء، لا صلاة ولا صيام، ما عنده عقل ما عليه شيء. نعم، الكلام على العاجز اللي عنده عقله، عقله معه لكنه عاجز عن الصيام، هذا يطعم عنه. نعم.